الشوط الاول داز مزيان خصوصا اننا لاعبين مع اسبانيا واحد لواحد، راه النتيجه اللي مشرفه. الماتش الاول داز زوين بزاف، المغاربه لعبوا مزيان واخا كان واحد الاندفاع بدني من الجانب ديال اسبانيا. المغاربه كانوا كيدافعوا واخا ما عندهم والو ما يخسروا، عجبونا اليوم، كان هو اول بيت ديال المغاربه. بالنسبه للشوط الثاني كنتوقع ان المغاربه غيندافعوا عاوتاني انهم يزيدوا يربحوا ولو ماتش واحد في هذا الكوب دي موند. صراحه حنا فرحانين بزاف بالمنتخب ديالنا ولعب مزيان واخا عارفين ما غاديش يتاهل، مي كوميم كنشجعوه وكنتمنوا في هذا الشوط الثاني يكون خير ان شاء الله. الشوط الاول كان مزيان تكتيكمون، المدرب لعب اللور ولعب على الهجوم المرتد. كنظن باللي هذا الماتش ديال الاسبان كان احسن من لي زوطخو ماتش، كون لعبنا نفس لو ستيل ديال لعبنا مع الاسبان هاد بروميير ميطون كنا غادي غنحسب بزاف ديال لي بوان. الشوط الاول جو بونس كو لونترينور يمكن كيحاول يتعلم الاخطاء اللي دار في الماتش الاول والماتش الثاني، كما شفتوا ما كاينش شي اندفاع ديال المنتخب المغربي كيخليو ان فريق ديال اسبانيا هو اللي يدير ليغور و du coup on profite de cette erreur pour marquer. داكشي اللي عطى البيت الاول. Je pense que غيكون un autre but. J'espère que يكون في المرمى ديال الفريق الاسباني. بصراحة لعب ودار اللي عليه بزاف، غير الجروب والتحكيم اللي وقفوا ضد المنتخب المغربي. كيف ما كنشوفوا بان ديك الفار كيصلح الا للمنتخبات الكبيره والعالميه، ما كيصلحش للمنتخبات الافريقيه والمنتخب المغربي. بغيت نقول للمنتخب الوطني شكرا بزاف ودرتوا اللي عليكم وبون كوراج، ان شاء الله غادي نكونوا في قادم الدورات والمغرب غادي يقول ان شاء الله الكلمه ديالو. كرو كان سيدو بارتيدو موي بونيتو بارا فير لوس افيسيوناوس. Y ha sido un partido muy disputado, con mucha pasión, y yo creo que cada equipo ha jugado como él sabe. España mucho más a tocar el balón, Marruecos mucho más directo, mucho más agresivo. Creo que el empate es justo. Es una lástima que no se haya clasificado por culpa del VAR. Para mí es la culpa del VAR. Tenía que haber ganado a Portugal y con Irán hubo mala suerte, pero un magnífico partido. Y la afición de Marruecos, genial, genial. A mí me ha parecido el partido un poco justo, pero a mí me ha parecido que esa fuera de juego era fuera de juego. A mí me ha parecido que el árbitro ha sido más justo que en los otros partidos, pero yo creo que Marruecos podría haber hecho algo mejor.